لمناقشة ملف عجز حكومة الكاظمي عن صرف رواتب الموظفين ينضم إلينا من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم حمود. دكتور خضير، بداية مرحبا بك. يعني عدة محافظات عراقية شهدت اليوم تظاهرات غاضبة وتشهد وبصورة مستمرة بسبب عدم يعني إمكان الحكومة وعدم قدرتها على تحقيق ما يريده الشارع العراقي من توفير المستحقات المالية. دعنا في الصورة دكتور خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى على أي عراقي الذي أن يرى أن الوضع السائد في العراق وضع متأزم في كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، طالما أن الفساد قائم في كل مؤسسات الدولة من رأسها إلى أخمص خدميها. نجد أن هؤلاء الفاسدون قد عاثوا في العراق مواردا وبشرا فسادا عارما امتد إلى كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. لذلك نجد ارتفاع هائل في البطالة وزيادة نسبة الفقر الذي عن كل أطراف الشعب العراقي، إضافة إلى أن الحالة الآن المزرية التي يعيشها الموظفون هو عدم صرف رواتب هؤلاء الذين لا يشكلون إلا أقلية عاملون في أوساط الدوائر الدولة. لذلك الحل الأنجع والحاسم هو القضاء على الفساد، وحينما يقوم الكاظمي بأخذ أحد الفاسدين الكبار يستطيع أن يقضي قضاء مبرما على الفساد في العراق ويغذي بأموالهم التي رحلوها إلى خارج العراق لتغطية حاجة المجتمع العراقي برمته رواتبا واستثمارا وتهيئة سبل معيشته إلى أكثر من 5 سنوات قادمة، لأن الأموال التي سرقوها لا تقل عن 1 تريليون دولار أو في أدنى ما تكون عليه 800 مليار دولار جمدت في الكثير من المشاريع التي حصلوا عليها. طيب دكتور، ما دامت الحكومة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين، ماذا عن لجوئها لقانون الاقتراض الداخلي والخارجي التي قالت حينها إنه الحل الأمثل لمواجهة هذه الأزمة؟ أخي العزيز، الحل الأمثل ليس بالاقتراض الداخلي أو الخارجي الذي سيثقل كاهل الأجيال القادمة بديون كبيرة. الحل الأمثل هو إلقاء القبض على أحد الفاسدين الكبار، وبهذا تتوالى كل العناصر الفاسدة والحصول على أموالها التي هربت خارج العراق. هذا هو الحل الأمثل، ولذلك يجب أن يكون الكاظمي بطل هذه المرحلة الحالية بقيامه باجتثاث أول رأس كبير فاسد، بعدها تتوالى كل الرؤوس الخانعة، ولا يفترض أن يلتفت، لأن الله معه والشعب معه وأمريكا معه، فليقدم ولا يتردد في إقدامه على القضاء على الفاسدين وبؤر فسادهم. طيب دكتور خضير، لفت للنظر يعني في هذه النقطة دكتور خضير، لو انتقلنا أيضا إلى الحالة الاقتصادية في كردستان العراق، انتقلت التظاهرات الغاضبة على الأوضاع الاقتصادية المزرية إلى كردستان أيضا، كيف تنظر من الناحية الاقتصادية انتقال موجات التظاهرات الغاضبة على أداء الحكومة أو على الفساد أو على عدم صرف الرواتب والمستحقات المالية إلى كردستان؟ بالنسبة إلى كردستان، هي الآن تستحوذ على أموال كثيرة من الموازنة الاتحادية، إضافة إلى حصولهم على
المناسد الحدودية، الواردات المتأتية منها، ومن سرقات النفط، وبإمكانهم أن يغطوا حاجة المنطقة الشمالية، لكنهم فاسدون كأقرانهم في الدولة الاتحادية. لذلك ستعم الفوضى في هذه المرحلة بشكل خاص كل العراق شمالا وجنوبا برمته، ولابد من أن تتم الأيادي المخلصة للقضاء على الفاسدين، لأن هؤلاء هم ديول لبعض القوى الأجنبية أو الدول الأجنبية التي تحيط العراق. طيب كيف نفهم يعني من الناحية الاقتصادية يعني أن هناك أزمة بالفعل موجودة في العراق، أزمة اقتصادية كبيرة لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين في العراق، رغم كل هذه المشاكل والصعوبات والأزمات والتظاهرات الشعبية الغاضبة، ولكن الحكومة تمنع التعيينات من جهة تحت مبرر أن ليس لديها إمكانية لدفع رواتب، ولكنها مع ذلك تبقي على العمالة الأجنبية، كيف نفهم ذلك؟ يا أخي، بالنسبة إلى العراق بلد غني ولديه ثروات كبيرة وموارد هائلة، لو أردنا أن نحتسب بعضها من الناحية الاقتصادية لرأينا أن النفط يشكل موردا رئيسيا، والزراعة والصناعة والسياحة ومختلف الخدمات التي متوفرة إلى العراق بشكل كبير، لكن الحكومة عاجزة عن مواجهة الفاسدين، لأن الفاسدين مهما أعطيتهم من أموال لا يشبعون، لأن المال يقودهم إلى الرغبة بالحصول على أموال أخرى. ولذلك فالخطوة الرئيسية والتي تنقذ الاقتصاد العراقي وتحقق البناء التنموي الشامل لكل مؤسساته الاقتصادية والاجتماعية هو القضاء على الفاسدين وبؤر تجمعاتهم، وهذه الخطوة لا يراد لها قائدا يتسم بنزعة ثورية ورائدة ومخلصا لشعبه وبلده، وبهذا نستطيع أن نحقق للعراقيين رغباتهم وطموحاتهم وتطلعاتهم. من عمان الأكاديمية والخبيرة الاقتصادية الدكتور خضير كاظم محمود، نشكرك شكرا جزيلا.